بوضوح مع محمد جبار. أرحب بكم مشاهدينا بحلقة هذا اليوم من برنامج بوضوح. بوضوح أتحدث بها عن ما يدور بالموصل اللي بدأ يصير داخل الموصل، مؤسف مزعج مقرف لدرجة اللي نسمعها يوميا من أخذ أتاوات، من انفلات للسلاح، من كل الأمور السلبية. اختصر أحد مواطني الموصل باتصال قبل البرنامج، قال لي أنا بالموصل وكأنه أشعر أنه الحسبة رجعت للموصل. الحسبة إذا بكم ما يعرف شنو الحسبة، الحسبة اللي كانت جناح لدى داعش اللي يأخذ الأتاوات والغرامات بحسب ادعائهم، يأخذ الغرامات من المواطنين، من المحلات، من المولات، من أغلب المهن والحرف داخل مدينة الموصل. عموما أناقش كارثة الموصل مع ضيفي هنا بالاستوديو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ شروان الدوبرداني، ومن المفترض مشاهدينا أن ينضم معنا القيادي بتحالف الفتح السيد ليث العذاري. أبدأ معك سيادة النائب، أرحب بك معنا ببرنامج بوضوح. اللي قال المواطن الموصلي صحيح أنه يشبه أنه وكأنه الحسبة رجعت للموصل بخصوص الأتاوات واللجان الاقتصادية والأموال اللي تنأخذ من عندهم. شنو اللي يصير داخل الموصل؟ بداية مساء الخير أستاذ محمد، تحية لجنابك ولمشاهدين قناة زاكروس العربية الكرام. بكل تأكيد عندما شكلنا لجنة تقصي الحقائق، بعد ما وصلت إلينا كنواب عن محافظ نينوى معلومات خطيرة جدا ما قالت إليه محافظ نينوى، خاصة التفجيرات الأخيرة وباعتراف قائد العمليات والسيد محافظ نينوى أمام دولة رئيس مجلس الوزراء بأنها تفجيرات ليس إرهابية داعشية وإنما لجهة أمنية متنفذة في محافظة نينوى. نستطيع أن نقول وبين هلالين بأنها أحد ما يسمى أنفسهم بالحشد. لا مو يسمى أنفسهم، هم الحشد؟ لو لا هم حسب القيادات الأمنية لا يستطيعون التكلم بصورة واضحة أو أن يوجهون الاتهام إلى القيادات الأمنية. القيادات الأمنية في محافظة نينوى، نحن طبعا بكل تأكيد هذه العمليات طبعا تسيء إلى سمعة الحشد المقدس وتثمين للشهداء والدماء الزكية التي تم تضحيتها من قبل الحشد في تحرير المناطق التي احتلتها داعش الإرهابية. طبعا احنا نأسف لذلك، لكن هذا واقع الحال الآن في محافظة نينوى، وبدت مكاتب اقتصادية لأحزاب الاقتصادية للأحزاب لو للحشد الشعبي، هم نفسهم هو يكحساب والأحزاب لديها الحشود الموجودة في محافظة نينوى. يعني كل من تقول حشود يعني لازم نروح للأحزاب الشيعية بس فقط. بالضبط، وهذا الصحيح. وهذا الصحيح هو فقط الأحزاب الشيعية والحشود الشيعي اللي موجود. ليش مو أكو نواب سنة؟ لا أكو نواب سنة هم عندهم حشود، حشود عشائرية وليس حشد شعبي. بس هذول الحشود العشائرية هم حشد شعبي. حشد عشائري يختلف عن حشد الشعبي. الحشد العشائري أكثر من هو حصة نينوى 16 ألف حشد عشائري، غير عن مثل حشد حرس نينوى. أيضا حرس نينوى اسمه حرس نينوى لكن هي ضمن هيئة حشد الشعبي، وحشد العشائري أيضا لكن يسمى بحشد العشائري وليس حشد الشعبي. هناك حرس نينوى، حشد الشعبي، حشد العشائري، كلهم ينضمون إلى الحشد الشعبي، هيئة حشد الشعبي التابعة لأمانة مجلس الوزراء. طبعا الآن القوة لها دور في محافظ نينوى، وآخرها يوم أمس طبعا أيضا نقدم تعازينا الانفجار اللي صار بتلعفر. نعم نقدم تعازينا إلى أهلنا في تلعفر، إلى سادة النواب عن محافظ نينوى من تلعفر بمصاب يوم أمس التفجير. أيضا هذا التفجير ليس لها علاقة بداعش كمعلومات أولية، أيضا تدخل ضمن المصالح الاقتصادية وإلى آخره، لأن حسب معلومات هي العملية التفخيف
تفخيخ في داخل قضاء تل عفر وليس من خارج تل عفر، وكما شاهد الجميع عبر التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية عملية التفجير جميعا شاهدنا السنوات السابقة. هو أهل أنا اللي سمعته من مواطنين تل عفر أنه كان سبقت عملية التفجير عملية تهديد لهم أنه لا تدفعون مثل الحراسات غرامات لو لا، صح؟ وكأنه مشابهة للي صار بمطعم أبو ليلى. أبو ليلى وفي الجيارة وفي الغابات. يعني لهالدرجة وصلت أنه مثلا ما تدفع لي أنه أنا أجي أفجر بباب محلك؟ أخي إحنا المواطنين يعني قبل أيام اتصلوا بي أيضا مباشرة محلات في الرشيدية أيضا عليكم بالدفع 10,000 دينار شهريا للحشد. للحشد؟ للحشد. سيارات حوثيات وأسلحة وعناصر من الحشد ينزلون. منعوا التسديد وبعد أيام تم حرق وسرقة 4 محلات في الرشيدية. وتكلمت مع أحد النواب على جروب نواب نينوى كان متعظ من كلامي بأن تتهم الحشد. قلت لي أخي من حنين القدو؟ بالضبط دكتور حنين القدو. قلت لا أتهم الحشد ولا اليو 30 لكن اللواء مال أخوه وعد بالضبط اللي على متخصصها نينوى طبعا. هي اليو 30 طبعا يمتد أكثر من 91 كيلومتر. أكبر قاطع مستلمه هو اليواء 30 الحشد. طبعا أيضا فترة الأخيرة تم فصل شقيقي سعد مسؤول استخبارات لواء 30. حشد لو جيش ذاك حشد. إيه حشد أخوه سعد. أخوه سعد بالضبط. تم فصله والمثبت لدينا أيضا ضمن التقصي الحقائق اللجنة بقيام بفصله من قبل هيئة الحشد بسبب تصرفات والأعمال يقوم بها في منطقة فصل ضابط الاستخبارات وطبعا وشقيقهم عليه. فهناك أمور كثيرة ونقاط كثيرة. غدا عندنا اجتماع أيضا اجتماع الثاني أو الثالث مع قيادات الأمنية وطلبنا أيضا وصار اتفاق ضمن لجنة تقصي الحقائق اجتماع يوم السبت باستضافة القادة الأمنيين في بغداد. إذا تقول لي القادة الأمنيين إنهم ما يقدرون يمنعون هاي العناصر ولا يقدرون يحاسبوهم لا وما يقدرون يقولون منهم أصلا. إحنا أستاذ محمد إحنا اليوم التقينا قبل أيام لجنة الأمنية الفرعية رئيس اللجنة السيد مختار. طبعا السيد علي مشكورا قائد عمليات الحشد خلال إلى يوم السبت الماضي تم غلق حوالي 13 مكتب اقتصادي في محافظة نينوى. هاي المكاتب الاقتصادية 13 هي مكاتب صغيرة لأحزاب ولقوات حشد صغيرة. الآن المطلوب هناك قوة مكاتب اقتصادية قوية في محافظة نينوى قوية في محافظة نينوى أيضا تابعة للحشد بالضبط. لا يمكن بقيادة عمليات نينوى أو القوات الموجودة يعني المقترح اللي موجود والنقاش اللي صار داخل اجتماعنا كلجنة تقصي الحقائق أن نطلب من دولة رئيس الوزراء بإرسال قوة خاصة إلى محافظة نينوى. هاي ما يحلها نواب نينوى لا يحلها قادة الحشد الشعبي. خلي أروح لهم. خلينا أروح الآن معايا السيد ليث العذار القيادة بتحالف الفتح. سيد ليث رحب بك معنا ببرنامج بوضوح. سمعت اللي تحدث بالنائب عن نينوى السيد شروان الدوبرداني. معقولة يتشوه سمعة الحشد الشعبي بمكاتب اقتصادية؟ يرضى الشيخ قيس الخزعلي لو يرضى سيد هادي العامري الحشد الشعبي عايز مكاتب اقتصادية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي الضيف الكريم سيد النائب و كل مشاهدي قناتكم الكريمة. تحية لك. في الحقيقة لما أسمع بداية الحديث حتى أجيب بالتفصيل، لكن في الواقع الحشد الشعبي قد مللنا من هذه الاتهامات ومن هذه التهم الجاهزة. الحشد الشعبي الكل يعلم لا مو تهم سيد ليث، هاي حقائق. الصيد على الحدود وليس في المدن الذين هاي حقائق. هاي هو عضو لجنة تقصي حقائق، هو عضو لجنة تقصي حقائق والآن عنده كتب من خلالها تم غلق يعني 13 مكتب اقتصادي بالإضافة إلى ممارسات أنا أيضا كشاهد عليها وتحدثت مع كثير من أهالي الموصل يشكون من ممارسات من بعض المحسوبين على الحشد الشعبي. ليش تقول اتهامات؟ تعال خلي إيدي بإيدك ونحل هاي المعضلة. تفضل. عفوا إذا سمحت لي، يعني بعد ما أنا في أول كلمتين وقاطعتني وما خليتني أجاوب.
الحشد الشعبي واضح أنه التزامه بواجباته على الحدود العراقية السورية، وهو يعني حائط الصد الأول لدخول الإرهابيين ومنعهم من التنقل عبر الحدود، وليس واجبه داخل المدن، والكل يعلم ذلك. هذا أولا. ثانيا، إذا تذكرون في عمليات تحرير نينوى الحشد أعطي الواجب الأصعب، وهو تحرير الصحراء وتحرير مناطق الجزيرة، ولم يعطى تحرير المدن. المدينة القديمة تم تحريرها نتيجة القصف الكبير من قبل القوات الأجنبية، وبالخصوص القوات الأمريكية، وأعتقد البعض منها لا زالت الكثير من الجثث تحت الأنقاض، ولا زال البعض من جيوب داعش أيضا موجودين، ولا زالت بعض القوى التي لم يرق لها تحقيق الانتصار على داعش تستغل هذا الاسم من أجل تحقيق مطامعها، أولا في تحقيق بعض المكاسب التي خسرتها، ثانيا في تشويه سمعة الحشد. أنا أتحدى الأخ النائب أن يظهر لي أي شخص محدد ينتمي إلى الحشد، لا يقول محسوبين على الحشد، هذا كلام يجب أن يخرج من النائب بصفة دقيقة ويجري فيه تحقيق بالأسماء، تحول هذه الأسماء إلى اللجان الأمنية التابعة للحشد من أجل إلقاء القبض عليهم. لكن للأسف الكثير منهم نسي التضحيات والدماء التي بذلت من أجل أن يصل أهالي الموصل وعادة النازحين. لا، ما حد ينسى التضحيات. أما تقول مكاتب اقتصادية فالحشد عزيزي الحشد بقادته برموزه واضحين، فليشر لي إلى شخصية واحدة يقول هذه تابعة ماشي صار خليك وياي فصيل الفلاني خليك وياي إلى الفوج الفلاني خليك وياي صار اللواء الفلاني صار خليك وياي نعم. إذا يتحداك على الهواء مباشرة يقول لك اظهر لي اسم واحد يمارس ممارسات سلبية تسيء إلى سمعة الحشد الشعبي، أو أنه يقول أنا بالحشد الشعبي بس ينتمي لهاي الهيئات الاقتصادية ويأخذ أتاوات من الناس ويمارس ممارسات سلبية، وهذا منطقي. تفضل. بداية تحية لك أستاذ ليث العذاري، وشرفنا اليوم كتكون معنا على الهواء مباشرة. نحن أيضا مع وقبل البرنامج جنابك كنت ما موجود أثنينا على دور الحشد المقدس والشهداء الزكية والدماء الطاهرة التي في تحرير محافظاتنا. ثلث العراقية سقطت لولا الفتوى لسماحة فتوى المباركة مبارك السيد السستاني، لما كانت اليوم نحن في أربيل وفي نينوى وفي بغداد وفي محافظات العراقية لا أحد يستطيع أن ينكر دور حشد الشعب المقدس والشهداء التي ضحت، وكان نينو من أول أيامها مع أخواننا الحشد، وكنا في زيارة إلى نجف الأشرف وإلى كربلاء المقدسة. لكن مع كل أسف مثل ما تفضلت، بعض من يقولون أو يدعون بأنهم ينتسبون إلى هيئة الحشد وبسيارات الحشد اللي يسمى الحوثيات وبأسلحة الحشد وبهويات الحشد، وآخر تهديد إلى حلويات الذهب مثبت لدينا أيضا في لجنة تقصي الحقائق بدفع إما 10 دفاتر وإما سوف يكون مصيري كمصير مطعم أبو ليلى. من هددهم دولة؟ أيضا سيارات حوثية عناصر الحشد نزلوا أمام مو هاي ما يصير. يمكن دولة داعش. لا مو داعش. ليش من يقول دولة مو داعش؟ إحنا أستاذ محمد إحنا خليها في أستاذ ليث إن شاء الله. إحنا بعد تنتهي العطل مثل أسلفت بداية اللقاء التقينا مع هيئة الحشد وأمن الحشد وقيادة عمليات. هذه الأوراق كلها مثبتة، وهناك أكثر من 8 نائب في لقاءات، ووثقنا كل شيء أيضا مع أبو علي البصري أمن الحشد، ومع سيد علي مسؤول عمليات الحشد، ومع كلهم متعاونون معنا الآن. ممتاز. وبلسان السيد علي تم غلق 13 مكتب اقتصادي للحشد. لكن عندما نأتي أيضا أخوان في الحشد يتبرؤون من عندهم، لكن من هؤلاء وأين دخلوا وكيف دخلوا على الموصل؟ لا، ذكرت نقطة قبل قليل مهمة، أنه أخو الحنين القدو النائب شنو اسمه اللي تنفصله؟ سعاد قدو تنفصله، مسؤول موجود عندنا بالإفادات. ليش تنفصله؟ طبعا اللواء 30 هذا على كلام سيد علي قائد عمليات الحشد فصلنا ضابط الاستخبارات. ليش فصلوا؟ موجود الأوراق، ليش فصلوا؟ سبب
طبعا ابتزاز الناس والتجاوز على المواطنين، يعني الاخوان في الحشد ايضا هذا بعض استخبارات حشد شعبي، حشد شعبي لواء 30. نعم ممتاز سيد عيني هناك هناك تم تشكيل قوه مشتركه لضرب المكاتب الاقتصاديه من قبل بقياده السيد علي مسؤول عمليات الحشد، 13 مكتب في محافظ نينوى تم غلقها الان ونحن مع مستمرين، وغدا عندنا اجتماع ايضا في عمليات نينوى بحضور الساده القاده في فئه الحشد. هو تحداك وخلص خلي ارجع اروح لسيد ليث تحديته ردت اسم طاك اسم ضابط استخبارات بالحشد الشعبي تم فصله بسبب ابتزاز الناس. تفضل. كثير يعني اولا انا اعتز بشهادة الاخ النائب، الان الاخ النائب هو تحدث بأن الحشد هو من أغلق 13 مكتبا ليست تابعة للحشد وإنما تدعي بالحشد. إذن موقف الحشد إيجابي في مكافحة كل من يدعي هذا الاسم. من قال موقف الحشد سلبي؟ وتعامله إيجابي مع كل مو سلبي بموقف الحشد. عفوا أنا ما جاي أقول سلبي، أنا جاي أقول أن الحشد يكافح كل، لا لا أنا ما أنا جاي أشيد بشهادة النائب. زين وبالتالي إذا الحشد جاي يعني يقوم بدور واضح تجاه مكافحة الفساد الذي يمنع بناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى من جديد. نحن لا نريد اليوم العودة إلى التجارب السلبية السابقة التي أضاعت حقوق أهلنا سواء في جميع محافظات العراق ومنها محافظة نينوى. بالتالي إذا دور الحشد كقوة أمنية مساندة ل قيادة العمليات من واجبها اليوم أن تكافح كل من يدعي، ونحن نتبرأ من كل شخصية تدعي بالحشد وتعمل بشعارات اقتصادية أو مكاتب اقتصادية. الحشد واجبه هو واجب أمني، حفظ الأمن، حماية الحدود، محاربة الإرهاب، محاربة الجيوب التي للأسف لا زالت موجودة، وآخرها ما رأيناه في التفجير الحاصل في سنجار وفي تل أعفر، كل هذه دلالات ومؤشرات على أن هناك خلايا كانت نائمة أو إلى الآن لم يتم القضاء عليها. إذن دور الحشد، أنت تقول أنه الحشد قام بإغلاق 13 أو 14 مكتب يدعي أنه تابع للحشد، إذن هذا من واجبنا اليوم. لا أقول لك أن كل وكأنه الحشد وكأنه سيد مثل ما صارت عندنا فتوى لمحاربة وقتال داعش، يحتاج لنا فتوى، يحتاج لنا فتوى يا سيد للقضاء، يحتاج لنا فتوى، يحتاج لنا فتوى لمحاربة الفساد المحافظات المحررة. سيد ليث نتيجة التعاون، نتيجة جمع المعلومات بدقة، نستطيع أن نتجاوز هذه الخروقات سواء كانت من الحشد، من الجيش، من الشرطة، لا أو من بعض من يسوي له نفسه. ليش تخلون الحشد بهذا سيد ليث بهذه الأجوبة، بأجوبة أغلب قادة الحشد، تخلون الحشد الشعبي بقفص الاتهام؟ خطر الفساد يوازي خطر داعش، مثل ما كانت وكأنه عندنا فتوى، الفتوى المباركة لقتال داعش، يحتاج لنا فتوى لمحاربة الفساد. أكمل أنا؟ لا، الجواب السيد ليث. صوت ماكو. سيد ليث تسمعني؟ ما اسمع الصوت. طيب ما يسمعني، ارجع لك بسرة النائب. ايضا يقول مبتلين الحشد مبتلي بهيك ناس، يعني ما المفروض يشار الى انه الحشد، الحشد حاله من حالك يمكن مثل ما انت اليوم محترق قلبك ودمك وتريد تقضي على الفاسدين وعلى الفساد بنينوى، الحشد حاله من حالك. مو احنا المشكله مو بس عندنا بالحشد صراحه، انا خلينا احنا عندنا ايضا القيادات العسكريه الموجوده، يعني فرقه 16، فرقه 20، فرقه 15، كل هاي الفرق العسكريه الموجوده اللي مع اقليم كردستان ومع حدود سوريا ومع ربيعه كلهم متهمين بالفساد. خلينا ناخر يعني كل القيادات الامنيه، نعم مش كل القيادات الامنيه اليوم جالس. اليوم مشكله، والنقطه الجمركيه، تهريب السجائر على سوريا، الحشد مشترك مع قوات الجيش، الفرقه 15، الفرقه 16، فرقه 20 جنوب الموصل، وجود حشد داخل مدينه الموصل، وجود قطعه عسكريه داخل مدينه الموصل. الان تحول مدينه الموصل الى مدينه عسكره. نحن اليوم الشرطة المحلية نطالب بإخراج
كل ايضا يعني يطلع لك نجم الجبوري قد يسوي لك الاثنين وقمره وربيعه كل شيء. احنا نشيد بالدور ان هناك استقرار امني موجود. طبعا بالمناسبه يوم امس ايضا تكتم اعلامي على وضع عبوه في طريق المعارض ايضا تم توجيه التهمه الى احد سيارات الحشد. عبر الكاميرات تم تصوير هذه السياره بوضع احد العبوه ثم اتصال بقوات الامنيه وحصول الحشد ورفع هذه العبوه. هناك عمليات تجري في داخل مدينه الموصل. الان نعمل كنواب نينوى وبالتنسيق مع قيادة عمليات ومع القيادة العسكرية ومع هيئة الحاشد كلها بإخراج القوات العسكرية داخل مركز مدينة الموصل. يعني الآن في الموصل والمدينة السياحية الوحيدة الموجودة هي الغابات. وجود لمكتب أمن الحاشد وقوات الحاشد في نصف الغابات موجودة، وفي بناية تابعة للجنة الأولمبية موجودة. هناك فرقة 20 في جانب الأيمن في مركز شباب رياضة نينوى وفي بعض الدوائر يجب إخراجهم يا أخي، مو شغلهم داخل مركز مدينة. إحنا هاي الاحتكاك الدسير ومشاكل الدسير والتهم اللي يجي من مواطنين ما عندهم، إجت سيارة إجت حوثيات، هم مو دواعش، هم مو جيش، هم مو حشد، عد منو دي يجي؟ زين شنو دور أمن الحشد؟ شنو دور قيادة عمليات؟ قيادة الشرطة؟ سيد المحافظ؟ لحد هذه اللحظة وتكلم بكل صراحة وبوضوح بجامعة الوضوح، كل قيادة الأمنية وعلى رأس قادة العمليات والمحافظة الجميع خايفون يتكلمون بكل صراحة. الكل خايف. كل القيادات الأمنية، لا خليها تكون كلمة للتاريخ، كل القيادات الأمنية بنينوى تخاف تقول شنو اللي يصير داخل الموصل. بالضبط، يخافون إنه إحنا من نلتقي معهم ملتقينا مع دولة رئيس الوزراء بعد ما أنزورنا وفد من محافظ نينوى إلى المرجع في الكربلاء المقدس، مرجع قالت له عظمى علي السيستاني بأن وضع الموصل في خطر، بأن هناك تدخلات داخل مدينة الموصل من قبل الحشد، من قبل الجيش، من قبل كل قيادة الأمنية الموجودة. نحن لا نذكر فقط الحشد، لكن التهمة الكبيرة هي الحشد الشعبي. الآن كلام سيد علي قائد عمليات غلق 12 مكتب للنجباء في مدينة الموصل. يعني نجباء منه؟ الكتائب الأخرى منه الموجودين في محافظة نينوى؟ لا أحد، لا قائد عمليات، يعني حركة النجباء وفي صفحتي الرسمية في محافظة نينوى طرد في جامع الأرقم واستيلاء على جامع الأرقم وغسل جامع الأرقم والصلاة المغرب والعشاء في جامع الأرقم، ويوم الثاني يطلع لنا قائد العمليات يقول هناك بعض الأشخاص 56 يعني نصب احتيال استولوا على الجامع. زين كيف نحن محافظة نينوى وكل هذه القيادة الموجودة نسمي بعض العناصر بأنهم 56 نصب احتيال يستولون على الجامع في حي مثلنا في قلب الموصل؟ وهناك البيج وأنا لدي نسخة من عنده في الصفحة الرسمية لمكتب النجماء نينوى ومسؤول النجباء ومسلحين الحاشد موجودين ونزلوا وضع لافتة على المسجد ويقول هؤلاء نصب احتيال 56. يعني هناك تخوف كبير من قبل القيادات الأمنية ومن قبل المحافظ والمجلس والكل بهذا القوة الكبيرة. هذا متخوف. هسا الحشد قدامك الآن سيد ليث العذاري، الحشد مثل حالة من حالك، متبرئ متخوف متعاون من الحشد من كل مسيء. من اللي يخاف مثلا؟ القادة الأمنيين إذا كانوا من الحشد خلاص الحشد معاكم، مين يخافون؟ مو الحشد أيضا مو جهة وحدة، مو سيد أستاذ ليث أيضا يعرف الحشد مو جهة وحدة. يعني هسه قيادات، يعني في محافظة نينوى تعدد القيادات، قائد عمليات ما عنده سلطة على هيئة الحشد، القيادة الفرقة ما عنده صلاحيات عليه، اليو 50 ما له صلاحيات عليه، اليو 30 هناك فوضى إدارية وأمنية داخل محافظة نينوى. فوضى إدارية يتحملها الحشد الشعبي؟ الكل يتحملها، قيادة عمليات، المحافظ، رئيس المجلس، الحشد الشعبي، القيادات الأمن، كل موجود يتحمل هذه المسؤولية اللي موجودة في محافظة نينوى. يعني هسه التنسيق ماكو، كل من دا يعمل. يعني هسه اليوم هسه أنت احنا الآن مساء اذهب إلى السيطرات الآن، يعني في احد اللقاءات عبر المباشر ايضا في لقاءات في احد الاذاعات الموصل اتصل بي اللواء 30 ياخذ من كل كيت 300 دولار من نقل مباشر. اللواء 30 التابع الحنين القدو صح؟ الشقيق وعد القدو. الشقيق نعم، ياخذ من كل كيت 300 دولار، هاي نقطة القمرق موجودة. هذا تابع للحشد الشعبي. حشد الشعبي نعم، ماشي. والجيش ايضا وفرقة 16 ماشي، ضابط استخبارات وموجودين سيد ليث متفقين كلهم ماشي. سيد ليث اذا سمعت جنابك يكفي تعلق لو أقول لك بالكارثة اللي تحدث بيها السيد النائب.
لا أعلق يعني. تفضل. أنا سمعت بعض الكلام. تفضل. يعني بالنسبة لتواجد القوات العسكرية والأمنية داخل المدن، أنا أتفق معه أنه يجب أن يكون لها أماكن على أطراف المدينة وليس في داخل المدن، لأنه أولا ترسل رسالة اطمئنان إلى المجتمع داخل المدينة أننا نبتعد عن العسكرة، نبتعد عن التجربة التي قادها داعش من إرهاب نفوس أبناء هذه المدينة. صح. وبالتالي على أن لا نترك أيضا المدينة أنه من الممكن أن تتعرض إلى اعتداءات أو خروقات، يجب أن توضع خطة محكمة توضع فيها القوات بأطراف ومحيط المدينة من أجل حمايتها وعدم تكرار عودة الإرهاب إليها. هذا من جانب، ونحن هذا يعني صرحنا به في أكثر من مناسبة. هذا يعود إلى ترتيب قائد العام للقوات المسلحة وغرفة العمليات المشتركة، هي التي تحدد أماكن تواجد القوات سواء كانت جيش أو شرطة أو حشد. هذا جانب. الجانب الآخر يا أخي، أنا أقول للسيد النائب، بما أنه قادة الحشد متعاونين معك، فأنت المفروض أو متعاونين مع السلطة في محافظة نينوى، إذن من الواجب استثمار هذا التعاون في القضاء على الحالات الشاذة أو النادرة. أنت تذكر لي جماعة يسيطرون على جامع، لكن بالتالي أنت اليوم لما قائد العمليات يتخذ إجراء مباشر ويعالج المسألة، هو هذا المطلوب. والمطلوب الأكثر يعني تعرف أنه قضية محافظة نينوى الإرهاب لحد اليوم لم ينتهي فيها، لأنه هناك متغلغلين داخل المجتمع في محافظة نينوى وداخل المجتمع الموصلي، ولم نتخلص منهم نهائيا. فإذا تخلصنا منهم عسكريا نحتاج أن نتخلص منهم حتى فكريا. هذا مو مبرر سيد ليث. سيد ليث، وبالتالي شو ما علقت على اللي على 300 دولار اللي ياخذهم؟ أكمل عفوا. لا بس عفوا عفوا من جنابك، بس أضيف لك اللي ذكره يمكن أنت ما سمعته. قال لك لواء 30 اللي تابع لي. لا سمعته. ايه سمعته. 300 دولار اللي ياخذها اللواء 30 سمعته؟ هذا قليل 300 شان. نعم. ايه تفضل جاوب. تفضل. نعم سمعت. ايه تفضل. خليني اكمل لك. ايه تفضل. خليني اكمل لك، لانه هو ذكر حادثة الجامع قبل حادثة ال 300 دولار. هاي يسمونها السيطرة. 300 دولار عود من كل سيارة. ها صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. فبالتالي أنا لازم أجاوب تباعا. فضل. لازم أجاوب تباعا وبصورة متسلسلة حتى تصل الفكرة. وبالتالي عندما يتم معالجة الأمور من قبل قائد العمليات وبتواصل مع السيد النائب، أعتقد هذه خطوة إيجابية. لكن نحن نطمح مو فقط أن نعالج، بل على العكس يجب أن نستبق الأحداث ونمنع هكذا حالات. لكن أنت هل تعتقد من خلال سنة من مرور عام على العملية الكبيرة التي جرت في الموصل أنك تستطيع أن تضبط الأمور 100%؟ وفي هذا الوضع المتأزم وجود قوات تركية تقصف في سنجار وتتدخل، هذا أولا. ثانيا إذا سمحت لي عزيزي، إذا نتكلم عن الحشد الذي هو مؤلف من أبناء هذه المحافظة، يا أخي هم أيضا بينهم عداوات، هم بينهم أيضا مشاكل. التركمان مع الأيزيدية مع الأكراء مع الكرد مع العرب مع إيه. بس هذا ما يتحمل ابن الموصل سيد ليت. هذا ما يتحمل ابن الموصل. تتحمله قيادة هيئة الحشد الشعبي. خلي أكمل لك. إيه تفضل. خلي أكمل لك. لا عزيزي، هذا يتحمل القائد العام للقوات المسلحة في إدارة الأمور. صح. هل تتوقع أنه في ظرف سنة أن تتخلص من تبعات الإرهاب الذي جثم 4 سنوات في الموصل؟ هذا مو طبيعي. خروقات تحدث، لكن أن تؤزم الموضوع وتعتبره هو القاعدة، هذا غير صحيح. انظر اليوم إلى الساحل الأيسر، انظر إلى الساحل الأيمن، كيف أنه الحياة فيه طبيعية ولعلها توازن طبيعية سيد ليث. طبيعية بس مقابل وجود الخروقات. بمقابل أنا أدفع عتاوات في أصحاب الحرف سيد ليث. سيد ليث سيد ليث والله العظيم ما أريد أنقل يعني يعز علي أنه أنقل خبر مو زين عن الموصل أو عن أي محافظة عراقية، بس إذا ما أنقل الحقيقة شلون اللي دا يصير بالموصل أيضا مأساوي. أكو أمن نسبي،
بس الامن قاعد يدفع المواطن مقابله، لا نقبل يعني دا ياخذ من عنده اتاوات من اصحاب المحلات من المطاعم من المولات على اي اساس؟ من اي خرق ضد حقوق الشعب العراقي؟ هذا كله مرفوض يا عزيزي. انا امامك، انا اقول لك نتعاون فيما بيننا، لان هذه مسؤوليه تضامنيه بين ابناء الموصل وبين القوات الامنيه المتواجده من جيش وشرطه وحشد شعبي. احنا ليش نخصص فقط الحشد الشعبي كانه هو المتصدي لهذه القضيه؟ بكل بساطة نحن نقول القوات الأمنية الموجودة في الموصل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، يوجد قائد لعمليات الموصل، بالتالي نتعاون لمعالجة هذه الحالات النادرة أو الشاذة، يعني أنه ذا سيطرة. لا مو نادرة ومو شاذة، أصبحت عرف أنه شعار الحشد أو غيره أو نفسهم عفوا. إذا أسمحت لي، لا مو نادرة ومو شاذة، لا مو عرف. يا انا من اجل اجمع صحيح. منك كل شهر انا التقيت بمحافظ الموصل، عفوا انا التقيت بمحافظ الموصل، هذا عرف عزيزي. انا التقيت بمحافظ الموصل مع سماحة الشيخ الامين قيس الخزعلي قبل تقريبا شهر او اقل من شهر ونص، وتحدثنا بواقع مدينة الموصل والمشاكل الموجودة، واهم مشكلة تم طرحها من خلال سيد المحافظ هي قضية الفكر الداعش الذي لا زال متغلغلا داخل هذه المدن والخروقات التي تحدث، وكلها يحاولون نسبها الى الحشد. هذا يا اخي مرفوض، بما ان الحشد متعاون معك واغلق لك 14 مكتب كما ذكرت، إذا نحن نكافح هذه الآفة. طيب. من الفساد نحن لا نقبل، نتبرأ من كل شخص ينتمي إلى القوات الأمنية وليس فقط إلى الحشد من هذه الأعمال التي نستنكرها. نحن يجب أن نضع خطة، أنت تقول خلال سنة يجب أن تعود الأمور 100%، هذا مستحيل في المنظور. طيب العسكري والمجتمعي والمدني. ممتازة. أربع سنوات من أبشع الإرهاب العالمي تم ممارسته في هذه المحافظة، وأنت تقول لي خلال سنة تريد أن تؤلف محافظة مثالية؟ خليك وياي، خليك يا سيد ليث. نعم. سيد ليث تحدث بنقطة مهمة جدا، أنه ليش ما نستثمر تعاون الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي اللي مثل تفضل جنابك اغلق لك مثلا 13 مكتب اقتصادي تابع لاحزاب او لقوات ما حد يعرف منه اللي وراها، ليش ما استثمر هذا التعاون؟ ان تقول انه تابع الى الحشد، لا بمن يدعون. نعم استاذ استاذ محمد، احنا لو ما يهمنا الحشد الشعبي وتضحيات وسمعة الحشد الشعبي، سمعة الحشد لا نتكلم زين، ولا نقول لا بالإعلام ولا غيره، احنا نتكلم كواقع حال. ولجنة تقصي الحقائق وقبل أن نتحرك كان هناك تنسيق في بغداد. وأنا أأيد أستاذ ليث 100% المشكلة محافظ نينوى ليس في نينوى، في بغداد، وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والعمليات المشتركة. يعني هذا أقرأ لك. ليش ما تقول لي المشكلة بالمحافظ؟ والله حتى المحافظ طبعا. ليش ما تقول لي المشكلة بقائد العمليات؟ ليش ما تقول لي المشكلة بالقادة الأمنيين؟ احنا كممثلين عن يعني نينوى مثلا سيد سيادة النائب عزيزي، الآن يحتاج المحافظ أمر، لو يحتاج قائد العمليات أمر، لو يحتاج قائد الفرقة أمر، حتى يلقي القبض على اللي ياخذون أتاوات من الناس؟ احنا المشكلة وين؟ يعني هسه حتى كل موصل يعرف هذا المسألة، هذا أحد رقلك نقطة الاستاذ ليث خلي يتمعن بالكلام اللي موجود مع حد القادات الامنيه في محافظه نينوى. هذا مثبت وراح يصير استضافه لكل قاده في بغداد. زين. هنالك مكاتب تحته مسمى الحشد الشعبي. وعملهم الحقيقي هو اقتصادي، ولديهم عجلات وسلاح ويبتزون الدوائر ويقولون نحن تابعون لحزب تابع للمرجع الفلاني. ها طبعا راح يثبت كلها. ويعملون على طبعا على مصفى المرجع على تعرف تعرفه المكتوب لو ما تريد. لا لا احنا لا راح بالإفادة راح يثبت. ايه. المرجع مكاتب عده طبعا مصفى القيارة الطامة الكبرى وين استاذ ليث؟ يجي قيادة عمليات يضع حماية 6 همارات او اكثر لحماية المصفى من التهريب ومن السرقة. ويأتي برقي مكتب رئيس الوزراء فورا بسحب القوة. شلون عيد ليها؟ سحب القوة، سحب القوة من مصفى القيارة، ما يبقى قوة حتى يقومون بتهريب النفط. من اللي يهرب النفط؟ هم القيادات الموجودة، إن كانت الأمنية اللي موجودة، ومن ضمنها رائد توفي نتيجة غاز النفط أثناء قيامه بالسرقة. هذا رائد تعرف اسمه؟ رتبة رائد
توفى نتيجة الغاز أثناء قيام هذا مثبت في قيادة عمليات. هذا قبل شقد هاي الفترة هاي كنا راح نثبتها، هاي النقاط الأولية اللي عندنا اللي صار نقاش هذا مثبت مثبت. لا 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 الهم بس استاذ احنا احنا بدي يتحدث احنا احنا بالعام انا يمكن ما سمعت انت ما سمعتني من قلت هذا استاذ ليث هنا من قلت استاذ محمد قلت له انه حتى القيادات العسكريه الموجوده في محافظتنا والاجهزه الامنيه الكل متورطين بالفساد. لكن بالضبط الابتزاز والاتاوات والذي ما يسمى تحت الحشد الشعبي وبالسيارات هذا هذا كلام قيادات الامنيه في محافظه نينوى وليس كلام. ارجع لي ارجع لي مصفى القياره واللي يتهرب تحت مر او مسمع القوات الامنيه. اي نعم تجي قوه من رئاسه الوزراء، مو قوه برقيه الى قياده عمليات بسحب القوه فورا. ليش؟ حتى تفسح المجال، حتى يبوقون اي نعم. هيعرف فيها عادل عبد المهدي؟ الله عاد اذا ما يعرف مكتب ماله. طبعا المشكله احنا في اجتماع يوم الاثنين مع دوله رئيس عادل عبد المهدي احد النواب ونصا قال له فساد هاي في وقت عادل، هاي في وقت عادل عبد المهدي لو في وقت دكتور حيدر العبادي. لا اتوقع سمحت. اتوقع التاريخ ما عندي، ما كنا احتمال قبل ايش قد بالضبط احنا هذا التحقيق قبل اسبوع مع اللي الكلام اللي صار مع قيادات امنيه قبل اسبوع. هاي النقاط يعني هاي دكتور عادل عبد المهدي هاي النقاط الموجوده الرائد استيلاء على مقبل المسجد مقبل نجباء صلاح السلام يعمل في نينوى ايضا وكذا. هاي كل النقاط ثبتوا لنا هي قيادات الامنيه الحشد الجيش الشرطه مدير الامن الوطني مدير المخابرات مدير الاستخبارات. شو يجيبوا لكم بعد بنينوى؟ كل صنوف الجيش والشرطه موجوده بعد شو يجيبوا لكم؟ كلها مشتركين بالفساد وكلهم راضين على هذا الوضع لاستفاداتهم الشخصيه ومصالحهم الشخصيه. احنا ما نريد حكاها استاذ ليث نرجع المربع الاول وتصرفات الاجهزه الامنيه في نينوى يرجع لنا انه هسه اليوم الطامه من مشكله كبيره مخيمات حمام علي يقول لك ابو استخبارات معلوماتنا دقيقه 100 هي بؤر الارهاب وعوالد داعش وده يوزعون مبالغ وكفالات. وقبل يومين صار انفجار داخل المخيم في حمام العلي وواحد الارهابيين بتر اصابعه ده يعد عبوه ناسفه. هاي مثبته القيادات الامنيه ومثبته ايضا بان داعش من خلال هاي المخيمات تقوم بعوده وبتنظيم استغلال الشباب لعدم وجود رواتب والتعيينات المنه. وصل المبلغ 65 ألف دينار شهريا لكسب الشباب للانضمام إلى داعش. هاي مثبتة عدو، هاي مو كلام مال شيروان دوبرداني أو كلام مال، هذا كلام القيادات الأمنية في محافظة نينوى مثبتة عدوهم. إيه؟ أكو معلومات بعد أخطر. إحنا شنو الأخطر؟ شنو اللي عندك معلومة أخطر؟ إحنا أخطر، إحنا ما قدرت أتكلم كل شيء بالإعلام. إحنا عدنا لجنة حاليا بس عدنا اجتماعات أيضا لأن هسا يعني شنو مثلا أخطر؟ يعني أكو أخطر من اللي حكيته بعد شنو؟ بعد أكو بعد كثير أكو. شنو أبو بكر البغدادي بالموصل؟ شنو هو بس عايز نينوى بس هاي. يعني انت هسا شوف خريطة محافظة نينوى الحدود الموازي لإقليم كردستان أكبر قوة بيها على مود الفساد والاستفادة. الحدود اللي موجود بيها داعش يومية ما أخذوا اثنين ثلاثة آخر أخذ ثلاثة الشباب من قرية العبور اللي بالسحاجي بنص الموصل جاء أخذهم ثلاثة وذبحهم اشتلهم تروح على الجنوب بعاج وجنوب الموصل غير الموصل هذا عليه داعش يوصل ويجول يسوون عمليتين راحوا غادي ساعتين ثلاثة رجعوا ما بيه قوات أمنية. العشائر حشد العشائر عندنا احنا ملاك الموصل 16,000 كم راح يستلمون رواتب 9,298 جد بلا رواتب ولديهم أوامر بالتعاقد مع هيئة الحشد 2,661 زين جد منتسب حشد جيم لا يستلم الرواتب أوامرهم ما عندهم من ما يقول لك نص هذول العناصر دي يستغلون الدواعش والحشد والجيش والكذا عليه يدوم عليه. يعني احنا اكو كثير من النقاط لازم احنا نتوقف عنه. احنا ليش هسه حتى احنا يومي راكضين ببغداد ويا احنا ما دام نقول بالعكس انا اول كلامي قلت لك احنا يؤسفنا انه دماء وتضحيات الحشد وشهداء الحشد بالضبط مستغله بس مستغله بعض ما يقل اول ما يصفين على الارهابيين بالضبط. اروح بها للاستاذ ليث. استاذ ليث يعني ما يزعل الكلام الحشد الشعبي بنينوى غير منظم، ليش التغاضي عنه؟ ليش السكوت؟ اكو قيادات مستفاده من اللي دي يصير لو اللي دي يصير ما حد يعرف فيه، يعني هي واحده من الاثنين. اولا الحشد الشعبي منظم 100% ولعله اكثر جهه امنيه او عسكريه تمتلك تنظيما وقد أثبتت ذلك بالتزامها في جميع المعارك وواضح تواجدها والتزامها وهي اليوم
لعله الأخوة لا يشعرون بهذه نعمة الأمان إلا من خلال مسكهم لحائط الصد على الحدود السورية. هذا أولا، هذا واجبهم وليس منة على أحد، لكنه اليوم أنت تأخذ لي بعض الجزئيات لتصف بها كليات، هذا مرفوض. سيد النائب عندما يذكر جزئيات يجب أن تعالج، وكما أشار هو وكما أنا أشرت أنه هذه مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، هذا أولا. ثانيا، الخروقات ليست فقط من الحشد، من القوات الكردية، من القوات التركمانية، من قوات الجيش والشرطة، لكن هل ترتقي هذه الخروقات البسيطة على أنه تلصق أنه بكل الجيش أو بكل الشرطة أو بكل الحشد؟ لا عزيزي، هذا مو كلام. ليش تسبه الموضوع سيد ليث؟ يعني مو كلام معالجة، هذا كلام. ليش تبسطه سيد ليث؟ أخي العزيز، أخي العزيز والله ليش أنا ما أبسطه؟ لا لا عزيزي، أنا ما أبسطه، والدليل أنا ما أبسطه، والدليل عزيزي يأخذون أتاوات تحت مسمى باسم الحشد الشعبي. عزيزي لا سيد ليث، هسه تعذاري، أنت اعذاري، أنا دا أقول لك فلان دا يدعي بي عشيرتك وباسم عشيرتك دا يقتل ودا يذبح ودا يسلق، راح تسكت؟ هو هنا الموضوع يا أخي العزيز، هيك الموضوع. تمام، أنا أطلع بنفسي، أنا أطلع بنفسي لأعالج هذا الموضوع. كما خرج الحشد وأغلق 13 مكتب كما أشار السيد النائب، هذا دليل معالجة. صح. وبالتالي أنت اليوم لا تحاول تكبر الموضوع، ولا أنا أحاول أن أصغره. أنا أقول يجب أن نتخذ الأمور بحكمة، وكيف نعالج الأمور الشائكة في محافظة نينوى ومعالجة الإرهاب وجيوب الإرهاب ومعالجة من يحاول أن يصعد على أكتاف الحشد. سيد هادي العامري من الشيخ قيس الخزعلي، هذا ما يحتاج مسؤول الحشد بالموصل، أنت أعرف مني بهذه الأمور، إغلاق مكاتب اقتصادية وسيطرة الطرق تجني من عندها هاي العصابات ملايين الدولارات. أنت اليوم شخص أنت اليوم مثل تحاول أن تستهدف اللي موجود بنينوى. عفوا أنت أولا اليوم تحاول أن تسلخ مهنية الحشد وتقول تدخل السيد هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي، هؤلاء الأخوة قادة وطنيين ورموز يتدخلون بالنصيحة بالإرشاد. وإحنا بدنا ندخل حتى يحلوا المشكلة. هيئة أمنية عسكرية تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة. إذن هي مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة عزيزي. إحنا من واجبنا اليوم أن ندعم قائد القوات المسلحة، من واجبنا أن ندعم الجيش، من واجبنا أن ندعم الشرطة، من واجبنا أن ندعم الحشد، لكن أنه نحن أن نحل الأمور، هي الأمور مو بأيدينا. والدليل إحنا عندما توجهنا إلى أصعب المعارك، هذا كان توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، نحن علينا أن نلتزم بهذه الأوامر، هذا أولا. ثانيا، المشكلة اليوم أنت تؤكد الحشد وسيطرة وإلى آخره. يا أخي، سيطرات بغداد وهمية موجودة، مو بس باسم الحشد، باسم الجيش، باسم الشرطة، بالأنبار موجودة، لكن هل ترتقي أن تصل إلى أنه تكون أزمة؟ لا عزيزي، لا تكبر الأمور بالإعلام. أنا أقول لك يجب أن نعالج ونتبرأ من كل من يقوم بمثل هذه الأمور المسيئة لكل العراقيين وليس فقط للأجهزة الأمنية. سيد ليث، أكو شخص يردون يسوؤون لاسم الحشد الشعبي، عزيزي طلعوا عليهم، أريد بيان من الحشد الشعبي يقول أنه الهيئات الاقتصادية بين إنوى لا تعني الحشد الشعبي. تماما طلعنا عليهم يا أخي. وين عزيزي، يعني أنت ليش تحاول ترجع لنفس الموضوع؟ يا أخي طلعنا عليهم وأغلقنا 13 مكتب وحاضرين وجاهزين لأن نتصدى لهم بقوة. 60 موجود، يعني ما يحتاج لها إنه لا يحتاج لها أكثر من جواب. أغلقتوا 13 موجودات، 60 أغلق يعني للباقيات. طبعا احتمال أكون احتمال يصير مواجهة بين قوات الحشد والمكاتب الصادية في الموصل. أعتقد أنت ذكرت، أعتقد أنت ذكرت أنه غدا عندك اجتماع مع الأخوة في قيادة الحشد من أجل معالجة هذه الأمور. نعم. فبالتالي أعتقد الأمور سارة بإيجابية نحو مكافحة هذه الآفة، آفة الفساد في داخل المحافظة. لا، احنا نريد سيد ليث مثل ما كان الحشد الشعبي صمام أمان
ومن يسمع المواطن بينينوى وبالمحافظات الأخرى باسم الحشد يطمئن. ليش يجي شخص، ليش تجي مجاميع محسوبة على الحشد الشعبي أو من ضمن الحشد الشعبي قابل كل اللي موجودين بالحشد الشعبي مثلا هم إيجابيين وخوش لا ناس؟ لا ليش لا ليش ليش من كافح الفساد ونحافظ على اسم وسمعة الحشد الشعبي؟ تفضل. تماما ونحن نعمل على ذلك بمكافحة كل من يحاول إفساد سمعة الحشد الشعبي. وأرجع وأؤكد هذا ما لمسه السيد النائب من خلال إغلاق 13 مكتب، وإن شاء الله نغلق 60 مكتب إن شاء الله يا ربي. خلاص خلي خلي أرجع للنائب شروان الدوبرداني. شنو المقلق اللي ما تقبل تقوله؟ والله يكون أمور كثيرة ما لازم احنا ورانا التحقيق. يعني لجنة تقصي حقائق عندنا، يعني أحد القادة الأمنيين من ضمن هو يعني كلامه من أحد كلامه اللواء 50 بيهم دواعش. يعني بعض الحشود العشائرية بيهم دواعش. بيهم دواعش. اسمع أستاذ ليث، حتى القوات الأمنية ما يقدر يعني يلقي القبض عليهم، محمين تحت الحشد. طبعا أيضا لقاء الحشد العشائري، عفوا الحشد العشائري غير تابع لقوات الحشد الشعبي. ما ذكرنا، بس اسمع ذكرناها اسمع. ذكرناها بس اسمع هاي الملاحظات ذكرناها. وسألوا الدكتور حير وعبادة عنه، لا تسأل هيئة الحشد. لا لا أي ذكرناها قبل بداية البرنامج، وضحناها للسادة المشاهدين. كل الحشد الشعبي العشائري وحرس نينوى طابة هيئة، هاي كل ذكرناها. لكن اللواء 50 باعتراف القيادات بين بيهم دواعش ما يقدرون قبض عليهم. باعتراف القيادات طبعا هاي أوراق كلها موجودة. هم قالوا هم احنا معلومات من القيادات الأمنية. حاكم الزاملي النائب السابق في الدورة الثالثة رئيس اللجنة الأمنية وفي قناة العراقيين مباشرة شافون ملايين عراقيين هناك ملتزمين في شرطة يأتون يتوسطون لدى حاكم الزالي لغرض نقلهم للموصل. ليش؟ يقول بيها فلوس نستفاد. بينما قبل 2014 كان الجنود في موصل والملتزمين يدفعون مبالغ لنقلهم ينقلون. ينقلون لخطورة الوضع الأمني. خطورة الوضع الأمني. اليوم وباعتراف أمام الملأ وعلى الفضائية مباشرة يقول بأن هناك منتسبين يقول احنا نريد نروح على الموصل حتى نستفاد فلوس. حتى نستفاد. شلون نستفاد فلوس؟ أنت منتسبين شلون تستفاد فلوس؟ احنا ماذا نتهم مباشرة الحشد الشعبي؟ وقلت له من أول ولحد هذا عليه. ذكرت بأن كل قيادة الأمنية في نينوى متهمة بالفساد. اثنين، هيئة الحشد عندما التقى سادة أعضاء اللجنة الأمنية وعلى رأسهم رئيس اللجنة السيد مختار، رجل وكان آمر اللواء تلعفر للحشد زين، والرجل أكثر الناس يعني أنا كتصوري الشخصي حتى انفجار يوم أمس في تلعفر وفي داخل دعوة هذا المكان هو كان رسالة للسيد مختار كونه هو رئيس اللجنة الأمنية في تقصي يعني الحقائق. يعني انفجار البارحة في تلعفر مو داعش؟ لا مو داعش. تبناه داعش؟ لا وين بنا داعش؟ بناه ببيان. شوكت البارحة؟ ما اعتقد داعش، لأن هي نفس العمل. لأن أنت لو شايف الانفجار هذا مو عمل انفجار تفخيخ لداعش. شلون العمل؟ احنا شفت اكو حفرة، اكو نفس اللي صار بأبو ليلى، نفس اللي صار بالقيارة، نفس اللي صار بالغابات، السيار اللي صار. راح يبين التاريخ اليومين ثلاثة. فرسالة اختيار تلعفر وبهذا الوقت بالذات وسيد مختال على رأس اللجنة الأمنية من أهل تلعفر ورجل واحد قيادة الحشد. يعني هسه احنا رئيس اللجنة الأمنية من أحد قيادات الحشد الشعبي ونائب في البرلمان معنا هو رئيس اللجنة الأمنية وده يثبت هاي النقاط، واكو نقاط أهم وأخطر مثبتة لدى السيد مختار لم يذكرها. وليش ما يردون السيد مختار؟ شنو اكو صراع؟ لا مو اكو لا رجل أمانة رجل سيد مختار رجل مهني، يعني رجل يردون يزيحوا. لا رجل سيد مختار أيضا هو غير راضي نهائيا حفاظا على سمعة الحشد حفاظا على دماء شهداء الحشد الطاهر اللي يعني ما معقول انا اجي تالي ما تالي كم واحد باسم تضحيات الحشد اجي اخرب سمعه الحشد وادمره. وحتى الجيش العراقي حتى لو الشرطه، ليش ماكو فساد بالشرطه؟ ماكو بالاستخبارات؟ كل اجزاء اكو، لكن القوه الكبيره اللي ما حد ما يقدر يحكي معي عليه كلها مستغلين قوه الحشد الشعبي مستغلين اسم الحشد الشعبي. طيب الكل لا انا تابع الحشد، يعني تابع الحشد. احنا نرجع لي ورا ليش نرجع لي ورا؟ ليش ارجع لي ورا مثل الحشد؟ شنو ليش يعني شنو يخوف الحشد لهالدرجه؟ ما هو القوه الحاليه موجوده في كل هذا عليه موجوده داخل مركز محافظ نينوى، والسيارات اللي يسموه الحوثيات والاسلحه كلها ينزل
بلبس وباجات الحشد. ماشي. هاي مذكورة بالختام. مذكوره بالتقارير مال القيادات الامنيه من الامنيه. وخلي يعرف استاذ ليث يعني ذكرت ساعتها انه رئيس اللجنه الامنيه اللي بتقصي الحقائق هو احد قاده هيئه الحشد والنائب معنا. خلي الختام يكون مع استاذ ليث. بالختام اريد شلون ننهي ظاهره هسه على ما يبدو اكو ظاهره استغلال الحشد الشعبي بنينوى، شلون ننهي هذه الظاهره؟ هذا الموضوع شلون يسمع به؟ شلون يوصل للقائد العام للقوات المسلحه للسيد هادي العامري للشيخ قيس الخزعلي حتى ننهي نهائيا؟ يعني بكل بساطه من الممكن ان يضع السيد النائب هذه المعلومات امام السيد القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء او قائد عمليات الموصل نينوى، وبالتالي وايضا امام قادة الحشد. واعتقد هو ذكر انهم جميعا متعاونون لمكافحة هذه الظاهرة التي من الممكن ببساطة بالتعاون بالتضامن بالمسؤولية المشتركة ان يتم احتواء هذه الظاهرة والقضاء عليها. لكن انا اسأل الاخ النائب، هل فقط الجيش والشرطة والحشد الشعبي فقط هم الموجودين في الموصل؟ الاخوه البيشمركه غير موجودين؟ لا ما موجودين. لا ما موجودين. لا ما موجودين سيد ليث. لا لا ما موجودين ابدا. استاذ ليث ما موجود. لا البيشمركه لا الاسايش لو موجود اتكلم بكل صراحه. ولا جندي فقط. لا ولا جندي. نهائيا ولا جندي ولا حتى مقر لحزب الديمقراطي او الاتحاد الوطني او البيشمركه ولا واحد. الموجود فقط قيادة عمليات متمثلة فرقة 15 16 20 وموجودة قيادة شرطة محافظة نينوى وهيئة الحشد الشعبي إضافة إلى حرس نينوى أيضا هي تابعة وقت ما عندي والله سيد ليث. ما موجودين بس سيد ليث حتى تطمئن وترتاح. تفضل جاوب بأقل من دقيقة لأن وقت ما عندي أرد أختم. نعم وبالتالي أنه إذا تعاوننا فيما بيننا بصراحة من الممكن أنه نقضي على هذه الظاهرة البسيطة. أنا أقول لها لأنه استطعنا أن نقضي على داعش فما بالك بهذه الظاهرة. أنا أقول بسيطة لا لأن الأمر بسيط. طيب شكرا أستاذ ليث والله وقت ما لا تقاس بما أعتذر من جنابك قوة هذا الإرهاب الذي كان مدعوما. يلا ماشي شكرا لك. نعم. سيد ليث العذاري وقت ما عندي بس عندك انت مداخله سيدة النائب ب 30 ثانيه. نعم خيطمان استاذ ليث العذاري اللجنه الامنيه طبعا بي ايضا استاذ النائب حسن فدعم احد قيادات الحشد يمكن جنابه كم تعرفه معنا موجود وهو نائب ايضا ضمن اللجنه واستاذ حسن سيد مختار راح تعرض هذه النقاط جميعا في البرلمان والتوصيه وهناك بعض الامور اخرى ما اذكرها على الاعلام سوف تكون ايضا امام القائد العام للقوات المسلحه دولة رئيس الوزراء وننقلها بكل أمانة في هذه اللجنة موجود معنا هيئة الحشد والنواب نينوى وكل قيادة ونعمل إن شاء الله بكل مهنية وبعيد عن كل التوجهات اللي دور بالك كون مرتاح نهائيا الكل ده نعمل على قلب واحد هذا ما نعمله كل نواب نينوى الأربع وثلاثين إضافة إلى النواب الآخرين محافظات ايضا استاذ النائب حسن فدعم معنا موجود بهذه اللجنه فكل مرتاح ان شاء الله كل مهنيه وصلنا بكل امانه. شكرا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستاذ شاروان الدبرداني. شكرا استاذ شاروان. شكرا. ايضا مشاهدينا شكر موصول للاستاذ ليث العذاري عضو تحالف الفتح. شكرا لضيوفي الكرام. الختام مختلف او منفصل عن موضوع حلقه هذا اليوم. أعضاء البرلمان وبحسب مصدر ما قبل أقول اسمه تزاحموا على مكتب الخطوط الجوية العراقية بعد رفع الجلسة وأغلبهم الآن خارج البلد. طبعا من حقهم بس مثل ما قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال إنه راتب البرلماني ما يكفي حتى يقدر يدفع إيجار بيت. زين هو اللي ما عنده فلوس يدفع إيجار بيت يقدر يسافر بس هو هم حقه عنده 500,000 لعشرين أمبير خط ذهبي طبعا مليون مدرسين الأولاد 250,000 خطوط مدرسة 250,000 بنزين 100,000 كارتات موبايل 500,000 ملابس مليون دينار مصرف كاش ومليون ونص فلوس بسلفة أخاف يصير شيء لا سامح الله مثل اللي صار بالدورة اللي راحت نائب يسوي عملية تجميل لسنونه أو يطقن عنده البواسير والباقي تبقى له مصرف جيب واقفة برلماني محفظته مضروبة أوتي.
من بعد يقدر يجيب النائب إيجار بيت قريب من البرلمان؟ وما تردوا يسجل ولده ولد أخوه ونسابته بالحماية مالته وياخذ رواتبهم، لو مثل بعض النواب الحرامية اللي نسمع بيهم بالدول الجوار واللي يوميا طالعين بالإعلام وبديهم ملفات فساد على وزراء حتى يقطوهم، لو مثل نواب الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني اللي ما يعين واحد إذا ما ياخذ من عنده شدة ونص، لو مثل نواب السويد، لو النرويج اللي بيعون أصواتهم بكم شدة حتى يمررون صفقة أو قانون مشبوه. لهذا لازم نتقي الله ونبوس إيدينا على هاي النعمة اللي الله يبلينا بنواب عتاقة يبقون الكحلة من العين ويخلونا نترحم على هاي الوجوه الرحمانية. شكرا لكم مشاهدينا، أشوفكم باكر إن شاء الله.